السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لجميع، مرحبا بكم في فيديو جديد. عزيز البدراوي يفاجئ حمزة خابة ويقرر التفاوض رسميا مع العربي الكويتي من أجل الإبقاء على المهاجم داخل القلعة الخضراء. مع بداية المقطع إخواني ما نساوش لايك الفيديو واشتركوا في القناة باش يوصلكم دائما الجديد. فتح عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء الرياضي ملف حمزة خابة من جديد، وقرر الاحتفاظ به في الفريق الأخضر ليدافع عن ألوان النسور الموسم الجديد. وعلمت مصادر إعلامية أن عزيز البدراوي تفاعل بشكل إنساني مع ملف حمزة خابة، وقرر مضاعفة جهوده من أجل إقناع مسؤولي العربي الكويتي لتليين موقفهم اتجاه هذا الأخير، خاصة أن الميركاتو الصيفي قارب على الانتهاء وسيصعب على اللاعب إيجاد فريق جديد. وشدد المصدر ذاته أن فريق الرجاء الرياضي سيقدم عرضا جديدا لفريق العربي الكويتي للاستفادة من خدمات المهاجم حمزة خابة على سبيل الإعارة لغاية نهاية الموسم الكروي الجاري. وكان عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء الرياضي قد قرر في وقت سابق فسخ العقد الذي يربط فريقه بحمزة خابة بسبب خلاف بسيط مع وكيل اللاعب المذكور الذي كان ضمه للفريق الأخضر خلال الميركاتو الصيفي الجاري. يذكر أن الرجاء الرياضي كان قد تعاقد في وقت سابق مع حمزة خابة وفق عقد يمتد لموسمين، علما أنه وقع أيضا عقدا آخر رفقة العربي الكويتي قبل أن يتراجع عن الالتزام به بداعي أسباب عائلية. إذن عزيز البدراوي يفتح مجددا التفاوض مع العربي الكويتي من أجل الإبقاء على المهاجم حمزة خابة داخل القلعة الخضراء، وهذا ما يتمناه جمهور فريق الرجاء بأنه يحتاج إلى مهاجم محلي مثل حمزة خابة لينافس فريق الرجاء على المسابقات المحلية والإفريقية. توصل فريق رجاء الرياضي رسميا بالبطاقة الدولية للاعب الجزائري رؤوف بن غيث المنضم حديثا إلى فريق الأخضر، ولجأ الرجاء إلى الفيفا للحصول على بطاقة لاعب مؤقتة للجزائر بن غيث بعدما رفض الاتحاد الجزائري لكرة قدم تسليمها لإدارة الرجاء بعد الطعن الذي تقدم به فريق مولودية الجزائر ضد انتقال لاعبه السابق إلى القلعة الخضراء. ويعمد الاتحاد الدولي في مثل هذه الحالات إلى منح اللاعب بطاقة مؤقتة إلى حين النظر في ملف النزاع والحسم فيه. وأصبح بن غيث مؤهل للعب مع فريق الرجاء الرياضي في المباريات الرسمية بعد حصوله على رخصة اللعب من الجامعة الملكية المغربية لكرة قدم. ويعتبر بن غيث من أبرز اللاعبين الذين تعاقد معهم فريق الرجاء الرياضي في الميركاتو الصيفي الحالي، إذ يتوفر على تجربة مهمة ومؤهلات تقنية في المستوى. يشار إلى أن بن غيث كان قد انتقل من الترجي التونسي إلى مولودية الجزائر، واستغل بندا يسمح له بالرحيل عن هذا الأخير بعد تلقيه عرضا احترافيا، وهو ما مكنه من التوقيع للرجاء الرياضي.